من هم أهل الزكاة الذين تصرف إليه؟ هل كل واحد يعطي من الزكاة؟ لا، تولى الله عز وجل بعلمه وحكمته قسمها، قسمها. والنسل الآية إنما الصدقات أتلها علينا، أتل الآية علينا وأنت قائم. والعاملين عليك والمؤلفة قلوب ما غيرت، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. تأمل معي قوله تعالى فريضة من الله، يتبين لك أنه فرض عليك أن لا تؤديها إلا إلى هؤلاء. وتأمل قوله والله عليم حكيم لينقطع عنك كل اجتهاد، كل اجتهاد ينقطع عنك، لأن الذي فرضها لهؤلاء من؟ الله العليم الحكيم. ما علمك بالنسبة لعلم الله؟ لا شيء. ما حكمتك بالنسبة لحكمة الله؟ لا شيء. إذن اقطع، اقطع أي اجتهاد تجتهد فيه في مصارف الزكاة. بعض الناس يجتهد يؤديها في غير هذه الثمانية، ويقول غير الثمانية أحوج، يقول ما هل أنت أعلم أم الله؟ هل أنت أحكم أم الله؟ الله أعلم وأحكم، والله عليم حكيم. نبدأ للفقراء والمساكين، نعرفهم بتعريف واحد للاختصار. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونهم، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان عنده عائد وراتبه في الشهر 6000 ريال، لكنه يأكل في الشهر 8000 ريال ما بين نفقة يومية وأجرة بيته، عليه نقص ولا ما عليه؟ عليه نقص. هو الراتب 6000 والإنفاق 8000، إذن عليه نقص. كم نعطيه من الزكاة كل شهر؟ نعطيها الفين، كل شهر نعطيها الفين، نكمل نفقته، لأنه بالألفين يكون غنيا لا يحتاج إلى أحد. لكن لو لم نعطه لأصبح فقيرا يحتاج إلى أحد. طيب، رجل عنده 6000 ريال وعنده عائلة مكونة من أب وأم وإخوان، راتبه 6000 ريال يكفيه، لكنه محتاج إلى الزواج، والزواج كما تعلمون يحتاج إلى مهر قدره 20000، نعم قدره 20000، ولا 20000 للوايد، ونبي 20000 أيضا للخيمة ومدري ايش بعد، والعم والخال والخالة وبنت العم وابن العم. على كل حال لنفرض أن المهر 40000 متوسط، الرجل عنده ما يكفيه من حيث الطعام والشراب واللباس والسكن، لكن محتاج للزواج، نعطيه من الزكاة؟ نعم نعطيه من الزكاة، لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ضرورة. طيب، تزوجناه هذه السنة، جاءت السنة الثانية قال أحتاج إلى زوجة أخرى، نعم ما عنده ما يتزوج به، نعطيه؟ لا نعطيه يا أخي، نعطيه. طيب، إذا كان فقيرا أعطيناه خبزا وسدته اليوم، في اليوم الثاني أعطيناه خبزة قال ما تكفيني خبزة، أنا أجوع، أعطوني خبزتين، نعطيه من الزكاة الخبزة الثانية ولا لا؟ ها نعطيه. إذن إذا احتاج زوجة أخرى وهو صحيح أنه محتاج نعطيه. ثالث، السنة الثالثة جاءنا قال نحتاج ثالث يعطي، والرابعة يعطي، لأن المقصود بذلك دفع حاجته، لكن بشرط أن نعرف أن هذا الرجل ليس يريد أن يترفع، ولكنه يريد أن يغض بصره ويحسن فرجه، لأن بعض الزوجات لا تغني الإنسان، إما لكونه قويا وإما لكونها هي فيها شيء معين ما يتمتع الإنسان فيها كما ينبغي،
المهم على كل حال المقصود دفع الحاجة، هذا هو المقصود. طيب العاملون عليها من هم؟ العاملون عليها هم أقرب مثال يدخل يعني الفكر، هم اللجنة الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة من أصحابها وصرفها في وجوهها، هؤلاء يعطون بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. المؤلف قلوبهم من؟ المؤلف قلوبهم هم أصناف أخرى، أصناف رجل مؤمن ضعيف الإيمان نعطيه من الزكاة ليقوى إيمان، رجل شرير يؤذي المسلمين نعطيه من الزكاة لدفع شره تأليفا له، ورجل مؤمن نعطيه من الزكاة من أجل أن يؤمن أو يسلم نظيره من الآخرين، يعني أنه رجل سيد قوم أعطيناه من الزكاة لنؤلفه من أجل أن يسلم سيد القوم الآخرين، فنؤلف هذا لإسلام الآخر. ولهذا أنتم تذكرون أو بعضكم يذكر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، أكرم بني آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا على الإسلام فقال لا أبدا، حتى أنه ذات يوم أهدي إليه جبة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبة، فلبسها فقام رجل فقال يا رسول الله أعطني إياها، فخلعها وأعطاها إياه، خلع وأعطاها إياه، فقيل له كيف تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبة وقد لبسها وتعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال أريد أن تكون كفني، فصارت كفنة، ما أراد أن يلبسها في الدنيا، يلبسها متى؟ إذا قدم على ربه تكون كفنا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم بني آدم، جاءه أعرابي حرص وسأله فقال خذ هذا الغنم لك، غنم بين جبلين، فساق الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى ساقه. شوف كيف التأليف، أعطاه غنم ودعا قومه إلى الإسلام، صار داعية. إذن المؤلف قلوبهم أنواع، في الرقاب ذكر العلماء أنها أصناف أيضا، أولا أن تشتري عبدا وتعتقه من الزكاة، الثاني أن تعين عبدا كاتب سيده في أداء كتابته، الثالث أن تفتي بها أسيرا مسلما أثره الكفار وقالوا ما نسلمه إلا فدية نعطيه من الزكاة، نفتيه من الزكاة. وش بقي؟ نعم المساكين والعامل عليه والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب. والغارمين، الغارمون هم المدينون الذين في ذممهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيجوز أن يعطوا من الزكاة لوفاء دينه، ولكن هل يجوز أن أذهب إلى من له الدين وأوفيه بدون أن يعلم المدين؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن أذهب بزكاة إلى صاحب الدين وأقول يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا خذ، أحرق الوثيقة ولا مزقها، يجوز وإن لم يعلم المدين. طيب كيف تكون الغرمة ونقل الديون عنهم وإن لم يعلموا؟ نقول انظر إلى الآية الكريمة أتلوها عليكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، كم هؤلاء؟ أربع، استحقوا الزكاة بالله، استحقوا الزكاة بإيش؟ الله، وين اللام؟ إنما الصدقات للفقراء
والمال تدل على التمليك، اللام تدل على التمليك، فهؤلاء الأربعة لا بد من تمليك: الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم. في الرقاب والغارمين هل جاءت اللام ولا جاءت في؟ جاءت في، شوف التعبير القرآني، جاءت في الدالة على أنه لا يشترط تمليك الرقاب ولا الغارمين. ولهذا لو ذهبت إلى سيد العبد واشتريت العبد منه من الزكاة وإن لم يعلم العبد واعتقته صح. كذلك هذا المدين لو ذهبت إلى دائنه وعفيت عنه وإن لم يعلم المدين جاء من الزكاة، لأن في للظرفية واللام إيش للملك، فكأن الغرم إناء تورع فيه الزكاة ولا يشترط تمليك المدين. في سبيل الله، من المراد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. في سبيل الله يجوز أن تعطي المجاهدين، يجوز أن تشتري الأسلحة للمجاهد، وإن لم تملكهم، لأن الآية في السياق في التي ليس فيها التمليك. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ولو كان في بلده غنيا لأجل أن يصل إلى بلده. قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة. الزكاة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.